نعم، يا حقيقة هذا الخبر ضجت به الصحف والعناوين الروسية هنا في روسيا. حاولت مجموعة، بحسب الرواية الروسية، حاولت مجموعة من متسللة من الحدود الأوكرانية الدخول إلى منطقة بريانسك وإطلاق النار على مدنيين في حافلة أدى إلى مقتل مدني وإصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاما، تم إنقاذه وفي أحد المشافي. هذا العمل وصفه الرئيس بوتين بأنه إرهابي، وبأن هذه الخطوة هي تدل على ضرورة محاربة ما أسماهم بالنازيين الجدد، وأن الأمن اليوم يسيطر على الوضع في بريانسك وسيقوم بالرد المناسب. أيضا جهاز الأمن الفيدرالي أصدر بيانا يقول فيه بأنه سيطر على هذه العملية وتم احتجاز المنفذين لهذه العملية، إضافة إلى تحرير الرهائن التي تم احتجازهم من خلال هذه العملية. هذه آخر التطورات، ولكن قبل هذا الهجوم كان هناك استهداف أيضا من قبل مسيرة أوكرانية لمدينة بريانسك أو لمقاطعة بريانسك سبقت هذا الهجوم. نعم آية. نعم. طيب كيف تتعامل موسكو مع هذه الاستهدافات والتي باتت يعني بشكل يومي شبه يومي؟ ردة الفعل الروسية مرام، اطلعينا على ردة الفعل الروسية. نعم، يعني حقيقة أنه ليس الاستهداف الأول، وخاصة في مقاطعة بريانسك تم هناك استهدافات سابقة في لمراكز لتوزيع الغاز وأيضا لمناطق عسكرية أيضا متواجدة في تلك المقاطعة. إذن هي ليس الاستهداف الأول، ولكن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه، لأنه عبر أشخاص وتسلل لمجموعات في المقاطعة. لذلك هناك خطأ في الصوت آية. هل تسمعيني جيدا مرام؟ نعم آية. نعم. وأيضا هذه العملية هي الأولى من نوعها، كونها هي عبارة عن أشخاص فعلا قد دخلوا. ولكن إذا نظرنا أيضا إلى الجانب الأوكراني، هناك نفي لهذه الرواية الروسية، بل يتحدث عن أن هؤلاء هم روس متواجدين في تلك المقاطعة، وأن روسيا تحاول القيام بهذه الخطوة لترويع السكان المدنيين المتواجدين في روسيا، ومحاولة إظهار أن أوكرانيا هي طرف إرهابي ويجب محاربته لتبرير العمليات العسكرية التي تقوم بها في الداخل الأوكراني. نعم آية. نعم مرام. مرام، يعني هناك محاولات غربية يعني لفرض عقوبات على موسكو اليوم، كيف ترى موسكو هذه المحاولات أو كيف تتعامل مع كل هذه الضغوطات الغربية؟ بحسب يعني صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، هناك ضغوط غربية على الإمارات لفرض عقوبات على موسكو، وأيضا بحسب الصحف الدولية هناك محاولة أمريكية لإجبار آسيا لفرض عقوبات على موسكو. مع كل هذه المحاولات يعني اليوم كيف تتعامل روسيا، كيف تتعامل مع كل هذه المحاولات الغربية وبالدرجة الأولى طبعا واشنطن؟ يعني روسيا آية بعد 10 حزم من العقوبات باتت لا تكترث إلى هذا الأمر، ولكن هناك دائما محاولات لإيجاد البدائل، لإيجاد الدول الحليفة لروسيا. وهذا اليوم ما تلعب عليه واشنطن بالتحديد، وهذا أيضا ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد زيارة بلينكن إلى دول آسيا الوسطى. تحدث عن أن الهدف من النشاط الأمريكي المتزايد في دول أو في بلدان رابطة الدول المستقلة هو منع هذه الدول من الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا. وأضاف أيضا أن الغرب يقترح العمل وفق مبدأ انحازوا إلى المنتصر وروسيا ستنهار، ولذلك يجب اتخاذ قرارات مسبقة. هذه الزيارة تشير إلى توجهات خطيرة، وخاصة نحن نعلم أن رابطة الدول
الدول المستقلة هي الملعب الرئيسي لروسيا ولخروجها من العزلة الدولية التي حاولت الدول الغربية فرضها عليها، وهناك علاقات وثيقة كونها كانت من دول الاتحاد السوفيتي، وعلاقات أمنية عدا عن الاقتصادية. فمثلا تمثلت زيارة بلينكن في توجهه إلى دول آسيا الوسطى، توجه أولا إلى كازاخستان. نعم. هذه الدولة التي تعتبر الحليف الأول من دول رابطة الدول المستقلة لروسيا، وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها كازاخستان مثل المظاهرات التي كانت كبيرة جدا في بداية العام الماضي، وتدخلت روسيا بشكل مباشر وعبر ودخلت قوات معاهدة الأمن الجماعي التي تربط هذه الدول فيما بينها أمنيا. وأيضا هناك مشاريع اقتصادية كبيرة، روسيا حاولت أو تعمل على فتح خط أنابيب الغاز يمر من كازاخستان مباشرة إلى الدول الصديقة وصولا إلى الصين ودول أخرى. إذن هذا الفناء يعتبر فناء روسي بامتياز، سواء جغرافيا أو اقتصاديا أو سياسيا أو استراتيجيا على المدى البعيد. لذلك اليوم هناك توجه أمريكي للضرب بهذه العلاقات المباشرة، وبالتالي انهيار روسيا بشكل كامل كما صرح الوزير لافروف. وأيضا بخصوص الإمارات والدول الأخرى، يعني بحسب الخبراء أنه لا يمكن فرض هذه السياسة الأمريكية على هذه الدول التي تهتم بالدرجة الأولى بمصلحتها الاقتصادية، وخاصة أن الإمارات تربطها علاقات جيدة مع روسيا، وهناك معاهدات سياحية معاهدات واتفاقيات سياحية واقتصادية وعدد من المشاريع المشتركة بين دول الخليج بشكل عام وخاصة الإمارات وبين روسيا في على مر طيب مرة. يعني رغم اختلاف الآراء حول الصراع الروسي الأوكراني، هل تمكن الأطراف من التوصل لاتفاق لإصدار البيان الختامي؟ يعني حقيقة مجموعة العشرين في هذا الاجتماع أظهرت جميع الخلافات الدولية على السطح، واليوم لم يتمكنوا من التوصل إلى بيان ختامي، كون أن روسيا والصين هما متواجدان في هذا الاجتماع، وأيضا إضافة إلى الهند التي عبرت عن موقف حيادي بعيد عن التوترات الغربية الروسية. كان الخلاف الأساسي هو حول تسمية الأزمة الأوكرانية ومحاولة فرض اسم الحرب الأوكرانية أو العدوان الروسي على أوكرانيا، وهذا ما حالت دونه كل من الصين وروسيا بعدم موافقتها على هذا الأمر. وهنا لافروف وصف بأن اليوم قمة العشرين تحولت إلى أماكن للصراع الغربي الروسي، بدلا أن تكون قمة لحل المشاكل الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الغذاء والطاقة التي باتت تعاني منها أيضا من تبعياتها الدول النامية. وانتقد بشدة هذا الطرح الغربي، ووصف أن الغرب يتطرق إلى الحرب الأوكرانية علما أن هناك أزمات أخرى مثل تفجير السيل الشمالي الذي يحاول الطرف الغربي الابتعاد عنه، وأيضا مشاكل أخرى تتعلق بالحفاظ على الأمن الدولي. نعم. خلال القمة أيضا كان هناك لقاء خاطف بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، هل هو لقاء عادي أم يحمل في طياته مفاوضات؟ يعني أي إذا نظرنا إلى هذه العشر دقائق التي هذا اللقاء الذي لم يتجاوز العشر دقائق، فهو يحمل أبعاد وخطوات ربما تحاول بها واشنطن التقرب من روسيا لربما تخفيف التوتر في ملفات محددة كما حددها الطرف الأمريكي، وفيما يتعلق بتراجع روسيا عن معاهدة نيو ستارت، وأيضا الإفراج عن أحد
المارينز الأمريكيين المتواجد في السجون الروسية، وأيضا التأكيد على دعم أوكرانيا حتى النهاية. هذه النقاط الثلاث التي تطرق إليها بلينكين من خلال مبادرته لهذا اللقاء العابر، ولكن هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة الأوكرانية بين مسؤول أمريكي رفيع المستوى مع مسؤول روسي أيضا بحجم وزراء خارجية البلدين. ولكن الطرف الروسي عبر عن أن هذا اللقاء هو خاطف، لا يهدف لأي مفاوضات ولا يهدف لأي تسوية فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، وأنه جاء بمبادرة من الطرف الأمريكي دون أي تعليق يذكر إضافة إلى ما ذكرته آية. طيب، وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من موسكو مرام حمصي مراسلة اليوم. شكرا جزيلا لك.